هتجوز. ايه؟ لا هتجوز. ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي؟ زي بقيه البنات. مش لنا بنت لازم اتجوز في يوم من الايام ولا اقعد مخلله كده. يعني واللي هتتجوزيه ده يعني جبتيه منين يعني؟ هو جاري عند الشقه اللي انا مأجراها. اه يبقى بيشرب مخدرات. ولا سجاير حتى. يعني هو في وعيه؟ فاهم كويس هو بيعمل ايه؟ هو انا عفريت ياما عشان تقولي في وعيه؟ انا بس بتاكد يعني هو عارفك كويس وعارف طباعك. مالها طباعي وانا ماشي اعض في الناس؟ ده بدل ما تفرحي لي. والله العظيم فرحانه ومفيش حد فرحان لك قد. والله العظيم ما باين عمالين كده عامله كده. ايه ياما في ايه؟ اسمعي لو الموضوع ده بحق وحقيقي امسكي فيه بايديكي واسنانك. احنا ما صدقنا حد يطلبك. ايه اللي يطلبك وانا ممسوكه ادب؟ ده انت امي ياما. ما هو انا خايفه بس يكتشف طباعك اللي زي الزفت دي. زي الزفت قفلتيني. انا كنت جايه اقول لك ان اهل العريس جايين يعني عشان يطلبوا ايدي منك. ايه 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 اهل العريس جايين هنا؟ اه جايين هنا. امال هيجوا في ايه؟ لا انا افتكرت انك هتتجوزي من ورانا يعني. لا انا كنت اتفشت منك قبل كده. انا بعدت بس عشان جوزك ما بيطقنيش. مش عايز اعمل لك مشاكل. انت يا بنت بتكلمي جد؟ والمصحف بتكلم بجد. لا ده انا افرح لك قوي. هتجوز ياما هتجوز. والله ده انا افرح لك يا بنت وازرغت كمان. تاب للميلاد بس فعلك بيكبس قبل ما تأكلني يا اخويا شوف عيني ما عيني يا عيني.